معاكم في خريطة المواقع الإلكترونية، لكن الخاصة بقى بالوزارات. الوزارات عندنا كل وزارة لها موقع إلكتروني، ما له وما عليه. عندنا طبعا أكيد في مجموعة من العاملين أيا كانت النسبة بتاعتهم شغلانتهم المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات، في كل مؤسسة في كل وزارة في الكلام ده. طيب هل المواقع دي بالقدر الكافي والقدرة الكافية إنها تجاري بقى ما يحدث في مصر من أحداث متلاحقة، تجاري الشكل الخاص بالحوكمة الإلكترونية وغيره، توافق رغبات المواطنين في ان الدنيا تكون افضل واسهل والتعامل السهل ونبعد عن الشباك ونتعامل على الشباك الالكتروني؟ يعني في مجموعه من الوقفات والتفاصيل عشان ما نتكلمش فيها كتير، نروح للناس اللي رصدت المشهد بدقه والمتخصصين. والنهارده هيكون عندنا رصد تقني صحفي موضوعي دقيق لبعض المواقع الخاصه بالوزارات. مش هروح للوزارات السياديه طبعا لان لها طريقه تعامل مختلفه حتى داخليا او مع المواطنين، لكن هروح للوزارات المعنيه بالخدمات، الوزارات الخدمية، وده اللي هيكون محور كلامنا النهاردة. وجايبين لحضراتكم من المواقع، كل موقع هنتكلم كل موقع خاص بوزارة على حدة، لكن خلينا نلقي نظرة سريعة في البداية على المشهد مع ضيوفنا الكرام. الأستاذ محمد غنيم، نائب رئيس تحرير موقع جريدة البوابة نيوز. صباح الفل يا أستاذ محمد. صباح الفل. كمان المهندس حاتم الطوخي، تقني ومصمم مواقع إلكترونية محترف. صباح الفل يا باشمهندس. صباح النور أستاذ محمد. خليني أبدأ معاك نظرة سريعة كده على المواقع الخاصة بالوزارات المصرية، تلخص لي المشهد في ايه؟ خلينا ندخل في الموضوع على طول بدون مقدمات. يعني هنبدأ الكلام الوزارة المتخصصة في صناعة المواقع الإلكترونية وهي وزارة الاتصالات، باعتبار ان عندها إدارة لإدارة البرمجيات وصناعة البرمجيات. هنكتشف للأسف ان احنا في وضع صادم. يعني لو بصينا على برنت جاهز يمكن معانا، برنت وزارة الاتصالات جوجل تيست موبايل، اللي هو بيقول عليه انه مدى ملائمة موقع وزارة الاتصالات للرؤية بالموبايل، خاصة ان عندنا تقريبا 70% من اللي بيبصوا على المواقع الالكترونية دلوقتي عن طريق الموبايل، مش الديسك توب كان زمان. دلوقتي نظرا للتطور التكنولوجي اللي حصل كل الناس بتتعامل بالموبايل بالتاب، هنلاقي ان جوجل نفسه بيقول ان موقع وزارة الاتصالات غير مناسب للموبايل، وانه عنده 4 أخطاء تقنية قاتلة خاصة بوجود اللينكات متقاربة مع بعضها، الخطوط غير ملائمة لخطوط المواقع الإلكترونية، هي خطوط ورد قديمة جدا. هنكتشف ان الموقع المسؤول عن صناعة البرمجيات في مصر هو نفسه عنده مشكلة، فمش عارف هيصنع البرمجيات لشركات ازاي، خاصة انه عنده شركات. وللأسف هنلاقي هو ده الحال مع كل المواقع الإلكترونية المصرية. وعندنا مشكله دلوقتي ان مثلا كان اخر حدث مثلا هنتنقل لوزاره التربيه والتعليم. قبل ما نتنقل لوزاره التربيه والتعليم عايز اكمل على كلامك من باشمهندس حاتم. باشمهندس حاتم، الشق بقى الخاص بوزاره الاتصالات، ايه الناحيه الدقيقه قوي اللي ممكن تقولها لي باعتبارك متخصص في الموقع بتاعهم؟ هي موقع وزاره الاتصالات من الناحيه التقنيه في مشكلتين. المشكله الاولى هو موقع وزاره الاتصالات السيرفرات بتاعته موجوده عندهم داخليا في وزاره الاتصالات نفسها. المشكله الاساسيه ان الموقع نفسه مش ريسبونسيف، فما بيقدرش زي ما قال الاستاذ محمد غنيم، ما بيقدرش يتعامل مع اجهزه الموبايلات، بحيث ان حضرتك لما تفتحي الموقع على ان يكون معايا متاح الموبايل من اللابتوب او من الموبايل الاثنين نفس الشكل، فطبعا الموبايل عشان حجم الشاشه بتاعه الصغير ما بنقدرش نشوف الداتا اللي عليه. دي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه دي مشكله مهمه جدا، ودي يمكن بيشترك فيها اغلب المواقع الحكوميه، ان المواقع الحكوميه ما بتستخدمش خدمات كاش او ان هي تقدر تخفي الايبيهات بتاعتها عن الجمهور، بحيث ان سهل جدا اي حد يقدر يعرف الاي بي بتاع السيرفر اللي موجود، وده بيسهل عمليات زي الاختراق وان ممكن الموقع نفسه يبقى اسهل ان يتعمل عليه هاك. فدول اكبر مشكلتين في موقع اتصالات. ارجع لحضرتك استاذ محمد. اتفضل. عشان تبقى حاجه خفيفه، والباشمهندس حاتم لانه متخصص جدا، واحد من اكبر الخبراء يعني في مصر ما شاء الله في موضوع البرمجيات والمواقع الالكترونيه. الاي بي بتاع الجهاز ده اللي هو الجهاز الكمبيوتر اللي تم تصميم الموقع من عليه واللي محفوظ عليه كل بيانات وداتا الموقع. خطوره انه يبقى موجود ان الهاكر يقدر يحدد الجهاز ده مكانه فين وموجود فين، ويقدر ان هو يبعت له معلومات وهميه او حاجه اسمها زيارات اتاك باي وسيله من وسائل الاتاك على الجهاز ده نفسه، فيقدر يسيطر عليه. وممكن نلاقي لا قدر الله ان اي جماعه ارهابيه او اي حاجه زي الحاجات اللي بتحصل في بعض المواقع تحط عليها اعلام زي اللي ما بيحصل في دي خطورتها. المفروض طبعا ان اقلب به ان انا اخفي الاي بي ده، بحيث ان هو ما يبقاش ظاهر الجهاز اللي اتعمل عليه الموقع ده موجود فين، عشان اخفيه عن الهاكر اللي هم بيستهدفوا مصر بطريقه كبيره. فالمفروض يكون عندنا وعي في الوزارات دي ان احنا نقدر نخفي المعلومات دي علشان ما نفاجئش باي مفاجاه غير لطيفه. يعني اروح معاك بقى للتربيه والتعليم.